السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في قناة ايزي تو بلاي. اتمنى تكونوا بخير، واحنا النهارده في الحلقة رقم 4 من مستر سرفايفل. اخر حاجة كنا اتحبسنا في البيت دوت ودخلنا من الشباك، وسبحان الله الشباك تاني اتقفل لما عملت ريلود للسيف. اللعبة ايه اللي حصل فيها؟ حصل ان كل الكنترول الزراير بتاعت اللعب، يعني مثلا ان هو دوس اي مثلا عشان يفتح الانفنتوري، دوس سبيس عشان ينط والكلام ده، معرفش ايه اللي حصل وفجأة كده كله بقى صفر، ما بقاش في حاجة خالص يعني محطوطة ينفع يتداس عليها، فكله بقت راجع اتصفر يعني. عشان كده ايه اللعبة كانت واقفة. الحمد لله قدرت اظبطها ورجعتها تاني كل حاجة زي ما اخدت مني شوية وقت بس. والحلقة دي نفسها انا سجلتها مرتين. اول مرة وانا بسجل الكهرباء قطعت في المنطقة اللي عندنا كلها في بسبب اصلاحات، والمرة التانية كنت بسجل والوقت اتأخر فلقيت نفسي نعسان قوي فرحت اقفل التسجيل وقايم. فمعلش يعني على الطلب يعني ما بين الحلقات والتانية، انا عارف انه كده اصلا مش مفيد للقناة بتاعتي يعني، ولكن هنعمل ايه. طيب خلينا نفضي شوية الشنطة، في هنا شوية لوت حلو يعني، شايف حاجات نادرة فهاخدها معايا. ممكن دول نرميهم مثلا، دي نرميها. هو اهم حاجة الجيركن ده اللي احنا اخدناه يعني، ده يعتبر أهم حاجة هنا. حتى السكراب دوت برضه ممكن أرميه. تمام كده بقى عندنا 4 خانات هنا. شوف ناخد الكابل ده، معرفش حسيت إن هو يمكن يكون نادر يعني مش موجود كتير. وهنا هوت على الترابيزة، بص لقيت إيه، منشار. فلو خدنا إيه كده نزل معانا هنا، نايس أوي حلو. انا ولا مره استخدمته بصراحه، بس يعني هنشوف نعرف نستخدمه ان شاء الله مع بعض. تعال نستكشف كده المكان. في جثه هنا في الارض، فيها طلق. بقيت الجثث فين؟ المشكله ان انا المره اللي فاتت حفظت ومن غير ما اعمل لوت للي كانوا ميتين. ايوه اهو موجودين. الطلق ده عندنا منه؟ لا ما عندناش. هنا في جثه بس متبهدله. خد لي الطلق دوت. وقع في الأرض لأنه ما عندناش مساحة. طيب نرمي إيه؟ نرمي سكراب ده، مش عايزين سجاير. إيه الزومبي اللي معاهم سجاير دول؟ مش فاهم. الفوز يعني، بس ديت البروتكشن بتاعها جود. لكن هي 31% النسبة بتاعتها. نقل نفسين، 53% يبقى أفضل. إذا لقيت حاجة أهم منها ممكن أبقى أرميها. وبعدين بقى في البيت اللي ملوش باب دوت، أنا عمال أدور على باب بالمناسبة مش ملاقي غير الباب اللي هناك ده، ومكسور، قصدي مقفول من بره، مدقوق عليه يعني. في أدراج هنا، تعال نشوف اللي فيها. كل مرة أجي أحط الطلق يقع فيه. طيب نرمي الخوذة، ناخد طلق عشان مهم. في طلق هنا كمان، تعال ناخده. ممتاز. في حاجة تانية مهمة هنا، كلها أزايز بوية وكلام من دوت. بص بتاعت طب كأني لمحت حاجة هنا بتمشي في المكان ده، في البيت اللي هناك ده، مش عارف. ننزل نستكشف دلوقتي. هنا في فاس بقى، خلاص مش عايزين حاجة، تعال نطلع. ولو بتتفرجوا عليا من أي مكان في العالم، يعني أنا عارف إن في القناة فيها ناس متنوعة جدا، فلو بتتفرج عليا يا ريت تكتب لي أنت منين، يعني خلينا نتعرف على بعض كده. أنا مثلا مصري ولكن عايش في تركيا، بدأت بنفسي، وهكتب لكم كمان تعليق تحت الفيديو. فأنتوا اللي سامعين الصوت؟ كنت هقول لكم انتوا اللي يعني اللي بيتفرج عليا يكتب لي هو منين عشان نتعرف على بعض. شكله فينا زومبي، سامع بس سمعت صوت زي خطوات او حاجة كبيرة يا جماعة. مفيش اي زومبي هنا ولا اي حاجة بتتحرك. ايه ده؟
تصدقوا حاجة عاملة زي اللي في الأفلام ديت، اللي بتكون زي كائن كده لازق في الحيطة، دايما بيبقى حاجات مرعبة كده. مش بتفرج كتير على حاجات مرعبة، بس بضطر ساعات يعني الناس تعزمني على الفرجة على حاجات مرعبة. ايه دوت ديسك شكله، عشان يمكن نحتاجه، تعالوا ناخده برضه. احنا ممكن ناكل العلبة دي. خلص بقى، خلاص احنا واقفين ناكل جنبنا منظر مقزز هنا. تمام، خد لي الديسك. مع السلامة. مش عايز اضرب عليه، احسن يكون يعني هينجم علينا ولا حاجة. طيب تعالوا نطلع نروح نشوف احنا ورانا ايه. انا كنت عايز ابص فوق هناك، البيوت اللي فوق دي ممكن اطلع ناخد بصة. الباب اللي هنا مش موجودة، ده كويس اختفت يعني، عملوا ريسبون يمكن في حتة تانية. عاملين ريلود، او عاملين ريلود. اسمع كويس كده، اه اهو زعلان قوي زومبي، بس زعلان قوي اهو. شايفين راسه؟ ضبطه فوق، ضبطه هو تحت، قتلته. مفيش زومبي تاني صح؟ مفيش شكل، حتى لو فيه احنا ندفع على طول نخلص. مفيش غير ده. مع ايه؟ مع شوكولاتة يعني. زومبي مسكين. بص دوت سكرو درايفر، ده مفك مفك، معرفش هنحتاجه في ايه، بس يعني والله صراحة حاسس ان انا عايز اخده. هنا في غرفة بس مقفولة، احنا لازم ندوس اف عشان نعمل انلوك، بس لازم نستخدم اداة كده. يمكن يكون المفك ده، تعال نشوف نرمي ايه بقى. عمالين نرمي حاجات، نرمي السكراب اللي نلاقيه في كل حتة، او ده حتى اصلا مش عارف ده ايه. لايتر، هذا حاجة اللايتر للولاعة. خليه دلوقتي ناخد المفك، نحاول نشوف هنا ينفع نفتح الباب ده. طب في، طيب مفيش tool not found، مش ملاقيين التول. طيب احنا موجودين فين دلوقتي؟ لازم نستكشف البيت دوت. بحاول اشوف بس الاماكن اللي بره يعني، عشان ابقى ضامن مثلا يكونش فيه دببة ولا حاجة ولا كده. وبعدين ابتدي ايه اقرب، مع اني حاسس ان احنا جينا هنا قبل كده. الدنيا لما بتسكت كده ما بيعجبنيش، حاسس ان كأني جيت هنا قبل كده معاكم. اوه بص كم واحد، ولا أربعة ولا خمسة تقريبا. شفتوني سريع ازاي في الهروب؟ مجرد شفتهم اتدورت وخدت دي في سناني وجريت. بس هنقتلهم. وهنا مفيش باب، ممكن نعمل نفس الفكرة اللي هي بتاعت إن احنا نقتلهم من الشباك كده. اوعى تطلعوا. ايوه خد، لو حد تاني يطلع لي. طيب تعالى، بس اول ما يطلع ويتحرق يروح من دور ودخل تاني. تعال، ده لسه في تاني. الصراحة في البداية كده واحنا معناش حاجة، دروعنا تعبانة وبتاع، فلازم نعمل كده.
في حد تاني بس مش قادر أشوفه. عارفين إن يمكن يكون فوق؟ ممكن يكون فوق على فكرة. بس ايه المكان الغريب ده؟ بص ايه في بتاع اللي بترفع العربية في السيارة هنا حلوة وبيضة دي. اطلع هنا فوق بس أأمن. مفيش حاجة، مينفعش نطلع من الشباك. بس كان في مكتب هنا والناس عايشة. open صندوق جميل. very bad اللي جوه انت دوت. بس تعالى ناخد طلب. مكتب والله حلو. الأدراج دي مينفعش نبص فيها. هنا في قماش. نحس إن احنا قربنا نبقى بالليل. مش كده، مقدرش أنام هنا في البيت دوت لأنه مفتوح. هنزل أخلص على الحتة اللي هناك دي، نأمنها على الأقل. بص لما اجي من هنا بيبقى صوته موجود، يبقى هو فوق. ينفع اطلع هنا؟ ايه ده، الكهرباء لما طلع فوق ده يعني. بصوا معايا كده، هو فين؟ اهو. ارديته قتيلا. خلاص ان شاء الله مفيش تاني. ورشة خشب ايه محترمة يعني. بص في هنا ده على فكرة محتاجة لها جاية هنا بالسيارة وناخد كل الحاجات دي. في حاجات كتير مفيدة. خدت كابلين لحد دلوقتي، ثلاثة. لا مش بقدر اخد الكابل، بيتحط لوحده. بس مش عايز اسرح كتير في اللوت هنا عشان نلحق نروح، ولا اشوف بيت مبيت فين. في ديسك من دوت، تعالى ناخده. بص انا في حاجة قد ايه. بص شركة تاني تفتكره محتاجه؟ ما احتمال محتاج. تعالى ناخده. لو محتاجناهوش اكيد هيبقى جوه شوية فيول اصلا. في علب بويا كتير جدا في المكان هنا. منشار، كل حاجة بتاعت الزومبي موجودة هنا. والله احنا محتاجين نظبط لنا على طول اللي هو ولاعة أو كشاف أو كده. نزل الاتش بي بتاعه. نطريت ضرته جامد. يا ترى هنا برضه في زومبي؟ انا ببص كويس ليه، لان ساعات نلاقي حاجات مهمه جدا مرميه كده على جنب. عشان كده ببص يعني. ممكن نلاقي مثلا شنطه، مكان في الشنطه يعني بتاع السيارة بتاعتنا، حاجات زي كده. دي فيها بطاريه. البطاريه فيها مساحه. تعال ناخدها، تاخد 10 دقايق نطلعها ونروح. على فكرة في بيت هنا ممكن نبيت فيه. ممكن تعملها كاري اف. ايوه كده. نقدر نبص هنا واحنا شايلينها، مفيش حاجة. لو دوسنا اف تاني، ايوه كده، احب اشيلها قدامي كده. تعالوا نروح هناك فوق. في بيت كان فيه سرير اظن او حاجة زي كده. بص خلاص الدنيا ليلت او هتليل البحر. البيت دوت اللي لقينا فيه زومبي قتلناه،
يبقى البيت ده. ايوه البيت ده ينفع نقضي فيه الليلة ديت. تعال نحط البطارية هنا، ناخد الطلق، كمان في طلقة حلوة، أطباق وحاجات غريبة. طيب الساعة كام؟ الساعة 5. تعال نقوم بدري، نعمل ريست، ننام بقى إيه 14 ساعة. يلا نام، بس عطشان، هيصحى من النوم عطشان. صحينا تاني يوم، العطش طبعا إيه يعني جامد، الجوع شوية، خلينا ناكل ديت. لازم نشرب مية، حتى لو ننزل مية زي بحيرة أو كده ونشرب منها. خد البطارية، ممكن ديت ناكلها الأكل بتاعنا على الآخر، بس ال HP بص الدنيا بقت حوالينا مظلمة شوية كده، ده معناه إن هو بدأ ال HP بتاعه ينقص بالضرر يعني. طيب إحنا موجودين عند المنشرة، تمام. هنفتح الخريطة دلوقتي ونشوف، ونطلع فوق هناك. استنوا كده، انا مطلعتش فوق في الحتة اللي فوق دي. طلعت افتكرت دلوقتي. طلعت حاولت اعدي من مكان لمكان، ما عرفتش من النقطة دي، لا نط بره ما عرفتش، اما المكان ده ما طلعتش فيه مش مهم. طيب دلوقتي تعال ندخل على ال اوكي، فين الورشة بقى بتاعت الورشة؟ أظن هنا احنا هنا دلوقتي. تعال نحاول نطلع كده على الطريق دوت بأي شكل من الأشكال. هو ليه الدنيا كأنها الدنيا لسه الشمس بتشرق، معانا السلاح وعطشانين وحالتنا حالة، ممكن البيت اللي هناك ده يكون فيه حاجة. تعالوا نروح نشوفه، مع إني حاسس إن أنا ماشي في الاتجاه الغلط يعني، مش رايح في الاتجاه العودة، ولكن أنا تقاطع الطرق، تقاطعت الطرق. بص تقاطع الطرق، يبقى إحنا تقريبا هنا في الحتة دي، يا هنا يا هنا. البيت ده جناه قبل كده، لقينا فيه دم حتى وكده في الأرض، بس ملقيناش فيه زومبي. كنا برضه بندور على مية أو حاجة نشربها أو حاجة زي كده. الطريق اللي طالع فوق ده ممكن يعني مش هو ده اللي احنا جينا منه، أنا عارف، بس هيورينا، هنقدر نشوف من فوق ممكن، شكلها دي بحيرة، هو حلو، وهو البتاع اللي هناك الفندق ده، يبقى احنا فين؟ بصوا، احنا هنا دلوقتي في المكان ده، في التقاطع ده، هننزل ناخد نشرب مية ونطلع كده اهوت، عشان نحاول نروح ناحية السيارة. لا متنطش جوه قوي كده، اشرب بس ممكن. ده هو لسه بيسبح، حلو، روينا العطش بتاعنا ووصلنا كده للمكان اللي احنا، يبقى كده كويس نطلع من عند من ورا الفندق ده ولا المجمع ده، هنوصل ان شاء الله على ال
المكان اللي احنا عايزين نعمل له فارم، وحتى هنا هو فاكرين المعسكر اللي فيه الناس، عايزين نبقى نقتلهم في مرة مش دولهم هم هناك كده شوية. تعال احنا نطلع نروح على سيارتنا نشغلها بقى، خلاص كفاية نستنى بتاعتنا مش عايزة تخلص، عشان لو لقينا دب ولا حاجة نعرف نجري منه. وأخيرا وصلنا عند سيارتنا اللي جهزناها كل حاجة وكنا على أمل نركبها الحلقة اللي فاتت، ولكن مكانش فيه معانا بنزين، وها قد جئنا بالبنزين. العربية دي فيها شوية حتى، ممكن ناخدهم أظن. نفتح ونعمل جاز كان في الجاز كان والكيو. يبقى لازم ناخد احنا الجاز كان في ايدينا كاري، نعمل له كده اهو، بدل ما ناخد شايفين بناخد اللترات اللي فيها. حلو اوي. على كده بقى اي مكان نلاقيه دلوقتي ازاي عشان اطلع؟ بس اف طيب اي اي سيارة نلاقيها نبقى ناخد منها، نسحب منها على طول بنزين، احنا نحتاج بنزين كتير. نعمل بقى فل التراك نفسه، بدأنا نعبي فيها. اللعبة جميلة جدا بس فيها مشاكل كتير قوي، يعني فيها زي بجات كده كتير خالص. لا لا لا، انا كان قصدي اقفل بيه. ايوه تعالوا نحط احنا الكفر دوره، قصدي المكان دوت نحطه هنا. ممكن ناخد التاني كمان نقوله كاري ونسيبه هنا، ماله بيرميه جامد كمان. طيب في ايه تاني ممكن نحطه ورا هنا لو رميناه؟ اترمي يعني، وسعنا شوية مكان. بسم الله نشغل سيارتنا، يلا الموتور 95%، البطارية 100%، وكفراتنا ماشي الحالة. سيارة جميلة جدا، ربطوا حزام، متابعين اللي قاعدين ورا، مفيش متابعين في الشنطة، مفيش متابعين، شوية صغيرين أصلا. شغل النور ليه واحنا لسه مشغلناش السيارة؟ يلا نشغل السيارة. سويتش، لو عايزين نغير الكاميرا فيو، نايس. هو ده اللي أنا عايزه، هو ده اللي أنا بحبه، أحس إن أنت بتلعب نيد فور سبيد كده. طيب نعمل ايه عشان نشغل السيارة؟ بسم الله اشتغلت سيارتنا. سيارة فخمة جدا يعني. الله أكبر. لا لا ما تقوليش كده على طول من أولها. ليف ذا كار، اطلع. وبصراحة بعد شوية محاولات إن أنا أعدلها، يعني أشوف كده إزاي أقدر أعدل السيارة، ما لقيتش أي حل غير إن إحنا لازم نرجع تاني لنفس المكان اللي كنا فيه. فاكرينه المكان اللي هناك خالص؟ وهنعمل ايه بقى؟ هنجيب اللي هي الحاجة الحمراء اللي احنا لقيناها اللي هي بترفع السيارة. استنى اوريها لكم. في لا من الكرافتنج تيبل هي احنا بنقدر نعملها، بس معرفش هنا هنشوفها ولا لا. حاجة حمراء كده بتخلينا نقدر ان احنا نرفع السيارة، اللي هي بيستخدموها الميكانيكي او كده لما يجي يرفع السيارة عشان يشوف من تحت او كده. هي دي، هي دي اللي احنا محتاجينها، مش موجودة هنا. لازم يكون عندنا كرافتنج تيبل عشان نعرف نعملها. فبالتالي خلاص ما دام انا عارف مكانها احنا نجيبها على طول. ايه الخيمة دي؟ لا 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 لا،
شفتوا اللي انا شفته دب. احنا مش عايزين نصارع ذات اي حاجة، احنا عايزين نروح ننقذ السيارة اللي لسه ما تهنيناش فيها. يا دوبك ركبتها وشغلتها ومشيت 5 متر مقلوب بيها. في أمثلة كتير جاية في بالي دلوقتي عن الموقف اللي احنا فيه ده، فيا ريت تكتبوا لي لو حد فيك فاكر مثل، مثلا حد مثل بالمصري، مثل بالعراقي، مثل كده. انا على فكرة يعني المصري بتاعي مش قد كده، يعني ما عنديش مثلا أمثلة كتير لأن ما عشتش في مصر فترة طويلة، ف يعني تلاقوا عندي الأمثلة بتاعتي جايبة بس من شوية أفلام وكلام من ده. فلو حد فيكم عارف الأمثلة اللي تمثل اللي احنا اللي حصل معانا ده، يا ريت يكتب لنا يعني. وصلت هنا خلاص عند المنطقة اللي فيها الرافعة ديت، ولكن أنا مش متذكر هي في المكان دوت ولا في الناحية التانية اللي ورا. على العموم مش هتخسرنا حاجة لو بصينا. الله، مش كنا قتلناهم؟ أنا بصراحة مش شايف هو فين، أنا سامع صوته فقط. أهو هيدشوت، واحد تاني فوق أهو، اتنين فوق. مماتوش على فكرة، بصوا كده مات. رجع عمره السبون مرة تانية، اعمل لي ريلود لو سمحت. البتاع اصلا بره هنا، احنا ممكن ناخدها ونمشي، ناخد منهم بس اللوت اللي احنا عشان صرفنا عليهم طلق يعني، نرجع الطلق اللي احنا صرفنا. هما اتنين بس اللي قتلناهم، صرفنا طلق كتير على فكرة. تمام، تمت المهمة بنجاح، خدنا القطعة اللي هنعدل بيها السيارة. هقابلكم هناك. جيت اشرب مية فبيقول لي unsafe water، بصوا مياه غير آمنة أو غير صالحة للشرب، مع إن إحنا من شوية شربنا منها، بس يمكن كان عشان عطشان على الآخر فشرب منها وخلاص، مش عارف. في نص الطريق أهو، هقابلكم بقى عند السيارة هناك. وصلت عند السيارة هنا، بحاول دلوقتي أعدلها. المفروض إن أنا أحطها مثلا في مكان زي كده، بعدين أدوس وأروح عند السيارة. أيوة، ونحطها في المكان اللي إحنا عايزينه. مثلا إيه، شايفين بتاع الصغيرة الحمراء دي؟ إيه العدد تلاقي السيارة هتاخد 30 دقيقة. يلا إن شاء الله ما يجيش أي مست بس يهجم علينا. أيوة افتكرتها، هتطير السيارة على فكرة. الحاجات اللي فيها لسه ورا موجودة؟ لسه موجودة والله. يعني أنا شاكر جدا البتاع اللي معانا الحمرة دي، راحت؟ لا لسه موجودة. ممتاز جدا، على فكرة مهمة أوي، أنا مش عارف ليه ما خدتهاش المرة اللي فاتت. بس ده مش معناه إن إحنا بقى إيه في الرايح والجاي نفضل نقلب في السيارة بتاعتنا، يعني المفروض إن إحنا نسوق نقود بحذر. يعني اقفل الباب ده، نعمل درايف، شغل ايه اللي بالسيارة تاني. لو تلاحظوا حاجة، أنا وأنا معدي هنا لقيت إنه السيارة البيضة اللي هناك ديت فيها بنزين، فتعالوا ناخد دي. نعملها كده كاري، ننزل ناخد البنزين ده. معرفش ازاي حصل ان فيها بنزين، بس يعني ماشي.
تمام. ارميها بس، يرميها بكل قوته، معرفش ليه. اركب، شغل السيارة، يلا نتوكل على الله بالراحة. والله المكان اللي احنا فيه ده عجبني بصراحة، يعني حسيت ان احنا ممكن اصلا نعمل هنا المعسكر بتاعنا، ايه رأيك؟ مش عارف، انا يعني مش هعمل قاعدة واحدة، المفروض انا مش ناوي اعمل قاعدة واحدة، بس هنعمل اكتر من قاعدة، ولكن هنا مكان جميل محصن كده على سفح جبل وبتاع، ممكن نبقى نعمل حواليه سور ونخليه معسكر ثانوي حتى او كده. نبتدي بقى نيد فور سبيد، هنا محاربين تاني دلوقتي، تبقى منظرنا وحش. ايوه بص، شايفين رجال العصابة اهمت، شايفينه لابس احمر وماشي. هنا في شوية سيارات، فقبل ما نروح على مكاننا المفروض ان محطة بنزين بقى، يعني فهنلاقي يعني اسمه ده بنزين كتير اوي، فخليني اقفل السيارة وانزل ونعمل كاري لدوت اف. هنا في عندك بنزين، في 2 لتر، هتوضح. المفروض نقدر ناخد من المحطة نفسها يعني، أو السيارة مثلا كبيرة دي، بص مثلا فاتحين كده الخزان ده وناخد اللي فيها، ولا اللي مقلوبة دي خلاص محدش هيستفيد منها يعني. ناخد من سيارة البوليس، البوليس ما عندوش غير 2 لتر بس، البوليس فاشل. نروح ناخد من هناك ولا بلاش؟ لا بلاش نجازف، مش عايزين بقى ايه الحلقة دي تبقى حلقة مصايب بس يعني. بص كده احطها بالأدب يعني، عارفين عشان بقى مليانة وبتاع. كل اللي عليا على فكرة طلع ان انا ادوس بس اف مرة تانية واحطها هناك. كان في سيارة بس ما خدتش منها. لا ده مش سيارة. طيب بيتنا فين بقى؟ تعال نفتكر، بيتنا في الاتجاه اللي ورا ده، نعدي من قدام العصابة دي بسرعة نشوف هيعملوا ايه. كنت هقلب على فكرة، بصوا انا ما عملتش اي حاجة، انا ماشي، شفت الطوبة اللي في الارض اللي هناك دي؟ شايفينها؟ هي دي اللي قلبتني. مش بقول لكم اللعبة فيها كمية بج غريبة خالص؟ ايه طوبة صغيرة دي تقلب؟ احنا راكبين بسكليتة ولا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. دخل لي يا ابني السلاح اللي معاك ده، دخل. تعال، احنا كده في نص الشارع كده. حطها لي هنا، ماشي. هيك تاخد 30 دقيقة، ماشي. الدنيا بتضيق بتضلم، بص حاجتنا موجودة كده، احنا لازم بقى ايه ما ندوسش على طوبة حتى. مش معقول، هنا في شوية صالات صراحة يعني يخلوك تبقى عايز تنزل تاخد منهم بنزين، ده اللي أنا أعمله على فكرة. أقف هنا، نبطل السيارة، ورانا إيه؟ عايزين نجمع بس بنزين. طب نقدر إزاي نشوف إن العلبة نفسها فيها قد إيه؟ من هنا 14 لتر، معلش ده على. معرفش بتاخد كام، هي معرفش يمكن بتاخد 20 أو أكتر، مش فاكر. 5 لترين،
حلو، 4 لتر، عبينا بنزين يعني، ايه كمية محترمة، ولسه الوقت بدري، احنا الساعة 1، تعال ناخد سيارة لورا دي حرام، متسيبهاش. والله فين مكان البنزين هنا؟ معرفش ليه فتح لي الشنطة، يعني أنا دوست بس اللي بيطلع اللي هو الحرف الإي، قام فتح لي الشنطة اللي معايا. يلا مش مشكلة، حطاني هنا بكل رفق. تمام، اركب شغل سيارتك. كل مرة نشغل السيارة لازم نتقلب، شكلها هنتقلب تاني. هو احنا الدرجات دي قريبين خالص؟ يا أخيرا أخيرا وصلنا بيتنا. نركن السيارة كده هنا دلوقتي. بس كده الرحلة كانت طويلة. تعال ناخد الحاجة ننزلها تحت بتاع البنزين، نحطه هنا التاني، خليه في السيارة التاني عشان يبقى فاضي، يبقى نملاه كل شوية. أصلا ممكن أملى التانك صح؟ تعالوا نملاه عشان تبقى فل، يعني ندوس إيه عشان نملى التانك. تخيلوا كل اللي احنا حطيناه دوت يا دوبك كان 55%. نزل التانك هنا، بص وسخنا التانك ازاي، نزل نقط مع نفسنا شوية. طيب عايزين نجهز بقى العربية ديت بالدواليب من هنا من ورا عشان نطلع بقى في رحلة استكشافية أكبر، نحصل فيها على المزيد من الحاجات. بص بص الكفرات هنا موجودة بس مش موجود فيها الجنط بتاعها، ودي العربية دي الموتور دوت الدباب ده ممكن يتشبك فيه ديت ويمشي. في عندنا مقطورة هناك كمان ممكن نشبكها في العربية اللي احنا معانا دلوقتي، تظن نحتاج قطعة. طيب تعالى نفضي الحاجات اللي عندنا، نفتح هنا بس نهوي المكان. هي خزناتها، هي على فكرة ممكن ناخدها الخزنات دي، لا متتشالش بس ممكن نخزن هنا حاجة. عندنا في حاجات للسيارات وكده هنرتبهم، يعني الرفوف بتاعتنا الحاجات الميكانيكية والسيارات في أول واحدة دي. تمام، دي هخليها معايا دايما خلاص، يعني محتاجينها. الدرج اللي تحت نحط فيه الأسلحة الزايدة اللي معانا، صراحة ده مش زايد، ممكن نحط ده دلوقتي وده. المشكلة هنا مش بيجيبولنا اسم السلاح اللي بيستخدم، يعني المفروض يقولوا لي اسم أنه سلاح، معايا أنا 12 ملي ومش عارف 12 طلق أو 51 ملي، أعرف منين أنا؟ مش عالم من الأسلحة. طيب خليهم كده دلوقتي، أنت ممكن نسيب دول منعملش فيهم حاجة. الطلق ده برضه أظن منعملش فيه حاجة، ده اللي بنستخدمه. ودول حلو، معانا مساحة معقولة للتخزين، بس احنا طبعا محتاجين حاجة عشان نحط فيها يعني. زي صندوق أو شنطة أو كده نحطه في السيارة من ورا وناخده بقى ونتحرك. تعال ندور في البيت نشوف يمكن نلاقي حاجة. أهلا وسهلا، عودنا. متنسوش لما تدخلوا البيت تقولوا بسم الله في الحقيقة، يعني مش قصدي بس في ال... طبعا مفيش هنا حاجة ينفع ناخدها. نو مفيش حاجة، نطلع فوق نبص. علبة، بس عايز علبة يا اخوان. هو على فكرة بره جه مطر حلو، السيارة بتاعتنا هتتغسل بقى، بص المكتب بتاعنا جميل ازاي، شيل الحاجات دي. ده مكتب، ده كمبيوتر.
حلو، تعال نلفه، ندوس روتيت. عندنا الشاشة، عندنا الكمبيوتر بس عندنا الشاشة. العلبة دي تعالى شيلها لي نحطها هنا. جميل أوي على فكرة، أنت ينفع تبص الحاجة كده بتاعتك دي بقى إيه من الكراكيب. لا مترميش كراكيب، هنحطها فوق الدولاب. بصوا. لا لا، حطها، هو نفسه مش مصدق ازاي حطها. هي دي كراكيب. تعالوا ناخد كرتونة، هتيجي هنا فوق. لا كبيرة، هنشوف لنا دولاب، متقلقوش هنلاقي دولاب نحطه فيه. كل البيوت تقريبا لازم يكون فيها حاجة اسمها كراكيب كده موجودة فوق أي حاجة، حاطين حاجة. منقدرش نسيب مساحة فاضية، لازم نستثمر البيت. الله، افتح لي الباب. أيوة، غرفة النوم، مفيش دولاب. أخي مع الأسف. ده في دولاب بس الكرتونة كبيرة. تيجي حلو قوي. شايل هم ما تجيش. تعال حطها بقى، عندنا كراكيب فوق الدولاب. بصوا. نشوف في علب تاني. مفيش. ننزل تحت في المطبخ نشوف في كراتين. اهي في كراتين فوق المطبخ، ما ينفعش نحط، بس فوق التلاجة هي اوريدي فيها حاجات. لا نطلع نحطها فوق طبعا. فين غرفة النوم؟ لا الغرفة هنا. ده يجي هنا في المكان ده ولا ده صغير؟ يجي نايس. ده مش كراكيب، ده كأننا حاطين كرتونة فيها حاجات. لا لا لا، كرتونة حشر فوق الدولاب بقى. احنا سايبين، داخلين لعبة زومبي وداخلين نحط الكراكيب فوق الدولاب. يعني لازم نروق البيت برضو، يعني هنقعد فيه هنعيش فيه، لازم نروقه. الحاجة طبعا تتحط فين؟ ما ترميش أبدا، حتى لو كرتونة فاضية ازاي نرمي كراتين فاضية؟ هنا في غسيل وحاجات. لا بلاش، تعال حط لي الكرتونة ديت في أحد الرفوف ده في الزاوية. والله جميل أوي، شوف رصينا حاجاتنا في البيت ازاي، ناس منظمة احنا، متقلقوش يعني. عايزين نوصل الكهرباء بقى في البيت عشان الدنيا بص ضلمة كده، معرفش بقى الزومبي بيعيش تحت المطر ولا بيخاف برضه من المطر، مش عارف. ايه ده؟ نحطه هنا في الزاوية. بس كده وصل الشبابيك دي، ده الشباك كده صح. يعني هنحتاج احنا شبابيك الباقية يعني نبقى نقفلها كده، عشان ممكن يجوا بعدين هيبقى ليفلاتهم عالية، فساعتها هيقدروا يجوا يكسروا الإزاز ويدخلوا جوه البيت، فهمتوني؟ هتبقى عندنا قصة. هنطلع في المطر، أول ما طلعنا جه الضباب. حابب أطلع فوق هناك عشان نشوف المكان اللي احنا فيه. مينفعش تطلع؟ مينفعش يطلع. هو هنا بس محتاجين فيول، محتاجين بنزين بس. حلو قوي، يعني كده اروح اعمل رحلة واطلع اجيب بنزين ونوصل الكهرباء في البيت بتاعنا. نايس. تعالوا بقى. ايه ده؟ بصوا لقيت ايه؟ احنا كل ده رحنا لفينا الدنيا عليه لقيناش اللي هناك. تعالى اعمل لي كاري، هنشغل الكهرباء يا جماعة. افتح بس 6%. ايه رأيكم، نشغل الكهرباء ولا لا؟
والله حط ده وعين النخت. شغلت الكهرباء، افتح النور. اوه اخيرا شغلنا الكهرباء في البيت بتاعنا يا جماعة. دي ما عندناش، مش وصل لها باور، بس الكهرباء ايه. نطلع نقفل النور هنا، نفتح هنا كده نشوف. الله، نص النجفة. هنشوف غرفة المجلس. يا ابني انت كل طول الوقت عطشان، في ايه؟ حلو والله، غرفة المجلس بتاعتي لسه عايزين نظبطها، نبقى نجيب اساس تاني بقى ونظبط كده ونحط حاجات حلوة. نقفل النور، نطلع نقفل الابواب كلها عشان نعمل ايه بقى؟ ندخل ننام. هو لسه ما جاش بالليل. اه بس احنا بننام بدري، يعني احنا من نوعية الناس اللي بيناموا بدري. هنفتح نور الغرفة. الله، بص الكراكيب بتاعتنا فوق الدرس. جميل أوي. يلا تصبحوا على خير. وفي كده وصلنا لنهاية الحلقة ديت. فما تنسوش تشتركوا في القناة لو ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس. تكتبوا لي رأيكم في الكومنت، وتقولوا لي حابين نعمل ايه في الحلقات اللي جاية. اقترحوا عليا، خلونا نعيش مع بعض كده نشوف يعني الأجواء، لأنه اللعبة لوحدينا أو أنا قاعد ألعب لوحدي مش تبقى حلوة. فدايما نحب إن احنا نتشارك ونتفاعل مع بعض. فشكرا تاني مرة إنك وصلت معايا لحد الحتة دي في الفيديو. أشوفكم على خير، سلام.